هكا تو ولد لورا البيدو ما عندوش بنية صحيحة. أبوه عنده، تحب تجرب؟ لا خي، اللي تمرغد مع الورل يربح كان طبعا. أما أنت كي كنت صغير كنتش تسكت على حقك. نابا بايا مش الورل، يطلع ساقك الأخر. ليش ساق وحدك الحاج قاسم؟ لا مرتاحك. وشنو الأمر المستعجل اللي خليك تجيني عندي لبلدي؟ إن شاء الله خير. المرمى ما عادش عيني به. أوه، أخي أنت كنت عينك بها؟ لقيت فيها سم خير، هكا ما عادش يساعد. يا ما هكا عدا ولا لعب ذري يا لورال. ابني هد، حتى سلطات علمتها في العاصمرة، ورقوش كلها تستنى. هكا حتى مصداقيتي في الميزان ما يساعدنيش. وأنت عندك مصداقية حتى توزنها من أصلي. وش دني بها الأرض؟ شن ربي فيها الهوش؟ نجي نعلم فيك مش نشاور فيك. هاك الفرخ يوسف، اش باش تدني لي؟ كيما جاي روح. اي منك لي؟ انت منك لي؟ ذالي ماكش قاعد تشمونش شوي. استدعى وريه القعدات وغرب. الطاولة عندي الفوق فيها ناس بقرون هرا، ولا نحب نحش له قرون قبل ما يطلع. شنو يسبتك الورل؟ وانا قلت لك نحب نربي الهوش. قولي، طلع ليك رئيس المركز الجديد عدلي؟ اي لا ما شرفش. ما سمعت عليه يتحرك ياسر. والحركة تطير البرك. ابرك وحده. وانت شبيك؟ خايف منه؟ انا خايف عليك انت منه. ياك الورل، ما نخافوا كان من بعضنا. بوسعدي خايف من الكلب، والكلب خايف من بوسعدي. اما لا رد بالك من بوسعدي. حقا. ني الليلة الفايتة متعدي في الشارع في الليل هاوس تعديت قدام دار روزي، نلقى جشة هكا كحلة داخلة في الباب. قلت من هو ذا اللي جاي دار روزي في الليل؟ قربت ثبت نلقاك انت. شو تعمل عند روزي في الليل؟ ان شاء الله المناخير. بالمناسبة شو تحوالها روزي؟ ناجي خير شي شوي؟ لا خير. هاو باش نزلها الورد ميسالش. ما عينو طارت.